الموجز الأخبارية مشاهدينا، ولكن نحن مستمرون معكم في هذه التغطية الحية والمباشرة بشأن الخبر الأبرز في هذا الموجز، والذي أعلن عنه المركزي بقراره بتعويم الجنيه رسميا وتسجيل الدولار رسميا ل13 جنيه بالبنوك. أكيد في تساؤلات كثيرة حول هذا القرار وهذا الخبر تحديدا في الفترة القادمة، سواء كان بالعائد الإيجابي أو السلبي على وضع الجنيه المصري. أكيد ضيوفنا الكرام عبر الهاتف هيساعدون على تفسير هذه التحليلات وهذه التأثيرات، سواء كانت هي في هذا التوقيت تحديدا ووسط هذه التحديات الاقتصادية التي تعيشها مصر، هل ستكون بالعائد الإيجابي عليها أم بالعائد السلبي؟ هل بالفعل هي ستكون منصفة للاقتصاد المصري في الفترة القادمة، وكذلك ربما القيام من كبوته الاقتصادية في هذه التحديات الكثيرة الذي يواجهها، خاصة بعد خروج عدة قرارات استثمارية وخاصة بوزارة الاستثمار من يومين بخصوص هذه القرارات التي تسهم في الاقتصاد المصري بالإيجاب بشكل طبيعي. طيب، عشان نعرف تفاصيل أكتر حول هذا الشأن ينضم إلينا هاتفيا الدكتور رشاد عبدو، وهو الخبير الاقتصادي والرئيس المصري، رئيس المنتدى المصري للاقتصاد للدراسات الاقتصادية. دكتور رشاد، صباح الخير في البداية وأهلا بحضرتك معانا. وفي البداية بس عشان المشاهد الكريم يفهم معانا، يعني إيه تعويم الجنيه؟ يعني تحرير أو إطلاق قيمة عملة الدولة ودون اي تدخل، وان سعرها يتحدد وفقا لقوى العرض والطلب، فاذا كان الطلب كبير يطلع السعر، اذا كان الطلب قليل ومعروض كتير ينزل السعر، وبالتالي الدوله ما بتتدخلش وتسيبه في مواجهه العملات الاخرى يحدد قيمته طبقا للعرض الحقيقي والطلب الحقيقي. طب يا فندم، هل في انواع للتعويم؟ يعني في تعويم حر زي اللي حضرتك قلته ده، وفي تعويم مضار، أيهما أصلح لمصر في هذه الفترة وأيهما هو الذي طبق، يعني بدخول البنك المركزي أم بعدم دخول البنك المركزي في العرض والطلب بخصوص هذا الجنيه؟ إحنا كنا ماشيين على سعر الصرف الحر المضار في الفترة السابقة. بمفهوم إيه؟ بمفهوم إن البنك لما بيلاقي إن السعر نزل بشكل غير مبرر ممكن جدا نخش نشتري علشان السعر يتوازن، ولما بنلاقي السعر ارتفع بشكل غير مبرر البنك المركزي كان بيضخ كميه كبيره من الدولارات في الاسواق فيهبط السعر ويحقق الشكل المتوازن، عشان الدوله مخططه موازنتها وبتستورد من بره و في حدود سعر متفق عليه او معلوم او الدوله مستهدفاه. فهنا الكلمة الوحيدة اللي أضيفت هو زيه زي التاني، ولكن هنا في كلمة أضيفت اللي هي إيه؟ المضار. وكلمة المضار يعني في حد بيدير. مين اللي بيدير هنا؟ اللي بيدير شؤون النقد الأجنبي في الدولة هو البنك المركزي. فعشان كده بيقول إن البنك المركزي بيتدخل لما بيلاقي إن الأسعار بقت مش منطقية سواء ارتفاعا خفاضا. فيما عدا ذلك المفهوم الثاني لا، الدولة ما بتتدخلش والفيصل العرض والطلب. طب دكتور رشاد، أكيد في الفترة الأخيرة أنت حضرتك تابعت ورصدت يعني احتكار السوق السوداء لأسعار الدولار والتحكم فيه أيضا، إذن يعني هذا القرار سيؤدي إلى تحجيم السوق السوداء في مصر؟ خليك معايا الصوت قطع ثواني فقط. دكتور رشاد، يعني إذا كنت تسمعني جيدا، سؤالي لك أنت في الفترة اللي فاتت أكيد حضرتك تابعت يعني احتكار السوق السوداء لأسعار الدولار والتحكم فيه، إذن يعني هذا القرار سيؤدي إلى تحجيم دور السوق السوداء في هذه الفترة في مصر؟ المفترض نظريا يلغيها، نظريا لازم يلغيها، ومصر ليها تجربة جيدة في هذا الشأن. في سنة 90 جالنا رئيس وزراء محترم اسمه عاطف صبري. هذا الرجل اللي عامل خطة الإصلاح اللي ماشيين عليها لغاية النهاردة. هذا الرجل عمل إيه؟ كان سعر الدولار ب 83 قرش. بينما في السوق السوداء كان ب 5.5 جنيه. فالراجل عمل عملية التحرير دي وقال إحنا اعتبارا من النهاردة بس حصل نفسه كويس، حط مبلغ كبير في البنك المركزي وإداه البنوك وقال اعتبارا من النهاردة هنرفع سعر الدولار من 83 قرش إلى
333 قرش. شوف قد ايه الفجوه، اكتر من اربع مرات ونص طبعا. قال بس بشرط اي مواطن ايا كان دون ابداء اي اسباب يحتاج اي دولارات يروح البنك والبنك هيديها له. فالنتيجه ديت انا كنت في الفتره دي مستشار رئيس الوزراء، فقلت له طب انا هجرب تجربه، هو اخش بنك واثنين وثلاثه اطلب 200 دولار 500 دولار واشوف موقف ايه، اذا كل البنوك ادتني التجربه هتنجح. وبالفعل دخلت بنك واثنين وثلاثه دون اي اسباب، عايز 500 دولار خد، عايز 1000 دولار خد. وبالتالي كل المستوردين بيروحوا البنك يقول له انا عايز افتح اعتماد مستندي بمليون ب2 مليون يديله. فساعتها يبقى بالنسبه للمستورد ال 333 ارحم ولا ال 550 ارحم؟ ال 333. فما حدش راح للسوق السوداء، بس كان البنك قادر على تلبيه كافه احتياجات المستوردين وراغبي العمله. فالتجربه النهارده اللي بتتعمل النهارده، اذا فرض جدلا ان البنك المركزي الفتره اللي فاتت حصن نفسه بشكل كافي واي حد عايز عمله هيقدر يديها له، يبقى البنك هيبقى اسعارها هتتثبت وهنلعب بقى في قروش ارتفاع وانخفاض. اما لو حدث ان الناس راحت للبنك وقالت له افتح لي اعتماد مستندي ب 2 مليون، قال له اصلي ما عنديش، هيرجع للسوق السوري من جديد. طب يا فندم، من ضمن القرارات اللي طلعها المركزي مترتبة على تعويم الجنيه المصري أيضا ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع والقروض بنسبة 3%. إيه العائد من ده هيكون بعد كده؟ هي دي ميزة وعيب. الميزة لأنه متوقع أن يحدث نوع من التضخم في السوق وارتفاع الأسعار في السوق، فالناس مش هتعرف تعيش. فأنا وإنتي أو الناس الغلابة، إنتي ست كبيرة وجميلة وعظيمة ومعايا زي حالتي، فالناس الفقراء في كتير منهم وانا طالع معاش ولا غيره بحط كل مدخراتي، ببيع الحاجه اللي ورايا، عندي بيت صغير، تاكسي، وبحطه في البنك عشان يجيب لي عائد يساعدني على المعيشه، لان اعلى معاش 1200 جنيه، ف 1200 جنيه دي في الزمن ده وانا كنت مدير بنك باخد مثلا 30,000 مش هقدر اعيش بيهم. ففي كتير بيحط فلوس في البنك عشان يجي له عائد شهري يساعده على المعيشه. فهنا لما الاسعار ترتفع قوي يبقى العائد بقى قليل وما يخلينيش اعيش عيشه كريمه. فالبنك المركزي بيقول علشان نسحب السيوله من السوق ونحاول نقضي على التضخم اللي في السوق نرفع سعر الفايده، فالناس تحط فلوسها في البنك وبالتالي السيوله اللي في السوق تقل فمعدل التضخم ينخفض. دي ميزه، لكن العيب ايه؟ العيب ان ده هيضرب لك الاستثمار. ليه؟ انت النهارده مستثمره بتكسبي كام في الميه في المشروع بتاعك؟ 14-15%. طب لما البنك بيديكي 15 و16 وما فيهوش اي مخاطره وما فيهوش وجع قلب، بينما المشروع بتاعك النهارده جالك مندوب الضرايب، بكره جالك مندوب التامينات الاجتماعيه، بكره بعد بكره مندوب الصحه، وبعد بكره السجل التجاري، طب انا وجع قلبي والعمال ومطالب فئويه ومشاكل، طب انا وجع قلبي ليه؟ ما انا احط الفلوس في البنك واقفل المصنع بتاعي او ما اعملش مصنع جديد كنت ناوي اعمله، وبالتالي ده هيضرب الاستثمار الى حد كبير. طب ما يا فندم دي مشكله كبيره، يعني احنا يعني الفتره اللي احنا فيها دي احنا باحتياج المستثمرين بشكل كبير جدا. في العالم بيعملوا فكره كويسه قوي وارجو ان يعملوها في مصر، زي ما عملها في المبادره بتاعت الائتمان العقاري. ممكن جدا يقول اللي هيعمل مشروعات صناعيه وانا محتاج دوت، لا البنك المركزي هيتحمل فرق مثلا 3 او 5% ويسلفه باقراض اقل شويه، وبالتالي يشجع المنتجين والمصنعين انهم ياخدوا قروض ويعملوا مشروعات ويشغلوا اولادنا ويساعدوا في حل مشكله البطاله وينتج ويصدر ويجيب لي عمله اجنبيه. ده المفروض يكون، وارجو ان دي تبقى خطوه تاليه. طب يا فندم، عايزين نتكلم على برضو تحرير الصرف للخاص بالعملات الاجنبيه مع يعني توازنها مع اصلاحات الهيكليه الحكومه وارتفاع البورصه المصريه بواقع 8.25% للمؤشر الرئيسي بعد تحرير العملات الاجنبيه، يعني ده تفسيره ايه؟ تفسيره باختصار شديد، لو انت النهارده مستثمره اجنبيه وجاي معاك 10,000 دولار، ال 10,000 دولار بتحوليهم مصر عشان تستثمري في البورصه المصريه، لما تضربيهم في 8.83 هيجيبوا لك كام؟ هيجيبوا لك مثلا 88,000، هتجيبي بيهم شويه اوراق قد كده. طيب النهارده نفس ال 10,000 دول هيجيبوا لك دلوقتي النهارده كام؟ النهارده ب 13 ونص ب 14 مثلا، هيجيبوا لك 140,000. هتقدري تشتري اوراق قد اللي فاتت مره ونص ولا لا؟ طبعا. يبقى ده بيساوي انك هتكسبي اكتر، هتشغلي اكتر البورصه، هتنشطي البورصه اكتر، فده لازم ينشط البورصه الى حد كبير. طب تنشيط البورصه ده هيفضل بس النهارده ولا بشكل دائم؟ هياخد الدفعه الاولى فتره زمنيه صغيره مش طويله، ثم بعد كده تعود التوازنات من جديد. ها
هيتقهقر بشكل مفاجئ ولا يعني تدريجي؟ لا برضه بشكل متدرج لسبب صغير، انت عارفه البورصه فيها ميزه انها بتطلع وتنزل، وبالتالي النهارده لما يبقى في سيوله كتيره في البورصه يبقى الارباح الاسعار تطلع والكلام ده كله. طب انا كنت مشتري مثلا السهم ده ب 80 وصل النهارده ب 140، ما يبقاش مغري يبيع، فابتدي الناس كلها تبيع، فلما كله يبيع يبقى السوق متغرق والبضاعه كتيره في السوق، والبضاعه لما تغرق السوق محدش بيشتري يحصل لها ايه؟ يبتدي تنزل سعرها تاني الى النقطه التوازنيه، فالبورصه قائمه على ارتفاعات وانخفاضات. طب يا فندم يعني اخيرا ما يجب ان يتم اتخاذه من قبل الحكومه المصريه بعد هذا القرار؟ لازم يكون ده مرتبط بخطوه من او مجموعه من الاصلاحات الاقتصاديه، لابد يبقى فيه شكل باشكال الترشيد، لابد ان احنا نقعد مع اتحاد الغرف التجاريه واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين ونتفق معاهم على اللي كان اعلنت عنه الحكومه اللي هو الهامش الربح المعلن، علشان الناس ما تستغلش الفرصه وترفع الاسعار كتير وبالتالي تزود المعاناه على الناس وتضرب وتفشل التجربه. دكتور رشاد عبدو الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسيه والاقتصاديه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على ايضاح هذه التحليلات الاقتصاديه المهمه بشان قرار تعويم الجنيه وتحرير صرف العملات الاجنبيه، ولن نذهب بعيدا حول هذا الموضوع. ينضم الينا هاتفيا دكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي ومساعد